كما تعلمون نحن مقبلون على امتحانات البكالوريا لهذه السنة التي ستجرى في ظروف استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وفي هذا الصدد قمنا بعدة إجراءات تنظيمية ووقائية لاستقبال التلاميذ ديالنا في ظروف صحية وآمنة. ومن بين هذه الإجراءات أولا قمنا بوضع حواجز لضمان الالتزام بالتباعد الجسدي بين المترشحين والمترشحات عند ولوج مركز الامتحان، وكذلك لتجنب ازدحام عند مدخل هذا المركز، فقد تم توزيع التلاميذ على 4 ممرات لتيسير توجه التلاميذ إلى القاعات الامتحان الخاصة بهم. كما قمنا بتثبيت ملصقات لتنبيه التلاميذ إلى خطورة الوباء وسبل الوقاية أو السبل المعتمدة للوقاية من هذا المرض، وخلال طبعا خلال اجتياز الامتحان. كذلك سنقوم بإلزام التلاميذ بوضع الكمامات والأقنعة البلاستيكية الواقية وتعقيم اليدين والرجلين عند بداية كل حصة. كذلك إلزام هاد المترشحين بعدم تبادل الأدوات الاشتغال فيما بينهم وعدم التصافح وإجراءات أخرى. وكل هذه الإجراءات تمت بانخراط جميع الأطر الإدارية وبعض الأطر التربوية والمواكبة المستمرة للمديرية الإقليمية لطنجة أصيلة، وكنشكروا الجميع على انخراطهم في هذه الإجراءات، وشكرا.